السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. رايان اي تنوري كثر عليه الحديث خاصه في بالامس، نقدر نقولوا بالامس كثر عليه الحديث. رايان اي تنوري هذا اللاعب ظهير ايسر نادي ولفرهامبتون، واللاعب السابق لنادي اونجي الفرنسي، واللاعب المنتخب الفرنسي لاقل من 19 سنه. هذا اللاعب اللي انفردت موقع إن صح القول فينس فوت، هذا تاع تويتر، لانفرد بالخبر وقال أنه ريان أيت نوري رسميا سوف يختار المنتخب الجزائري. والناخب الوطني جمال بالماضي التقى مع الوالد اللاعب وتفاهموا على كل شيء وعطاه الموافقة الرسمية، وراح يكون في التربص القادم لشهر أكتوبر. هذه فينس فوت، وفينس فوت هي نقلتها على كرة زير. كرة زير أيضا وش تقول؟ تقول أصداء من فرنسا تكشف أن الناخب الوطني جمال بالماضي اجتمع سهرة أمس مع والد اللاعب ريان أيت نوري، وأن لاعب ولفرهامبتون أعطى موافقته النهائية للالتحاق بالمنتخب الوطني. هنا تقول باللي أعطى موافقته النهائية بعد ما تلاقى الناخب الوطني جمال بالماضي بوالد اللاعب. هي نقلتها من عندها. جي 11 مونديال الفرنسية المعروفة اللي تعرفوها، صحيفة 11 مونديال تقول أيضا 11 مونديال تقول أنه ولفرهامبتون لاعب اللي بين اختار يعني بين فرنسا والجزائر، كان اختارها يعني ريان أيت نوري في الجزائر. تقول أنه تم اختيار ريان أيت نوري اللي يلعب في منتخب وطني أقل من 19 سنة وأقل من 21 سنة، البالغ من العمر 20 سنة، وبحسب معلومات كورة. هنا تقول باللي حسب يعني جابت المصدر من الكورة، وكورة جزائر تقول أنهم أصداء من فرنسا. هذه كورة تقول أصداء من فرنسا، والأونز موديال تقول جبت الخبر من كورة. هنا تبين لكم علامات استفهام، هنا من المنطق تسج وحدكم خوتي. فإن والد اللاعب الجزائري الفرنسي سما بيناسيونو، هي تقول الترجمة تختلف نوعا ما، أنه قابل الناخب الوطني جمال بالماضي الوالد تاعو وقبل باش يرتدي قميص المنتخب الوطني الجزائري لفينك. هذه 11 مونديال نقلتها من عند كورة، والكورة واش تقول؟ تقول باللي أصداء من فرنسا. وفانت هذيك واسمها فانت فوت تقول ايضا باللي التقى بالوالد نتاعو، وصفحه فرنسيه على كل حال هذه فانت فوت، وتقول باللي التقى الوالد نتاعو مع جمال بالماضي، واللاعب صاي يعني رسميا سوف يختار منتخب الوطني وراح يكون في التربص القادم. انا نعطي قراءه قبل ما نعطيكم دليل باللي ما كانش منها، نعطيكم قراءتي الخاصه. لو صح يعني نفرضوا بن باضي حب يدعم المنتخب الوطني بلاعبين شباب، ولا في نقولوا باش يدعم الجهه اليسرى تاع بن سبعيني ولا زفان، ولا حب يرونفورسي وسط الميدان ولا الدفاع، نقولوا لوجيك. حنا في مرحله حساسه، مرحله حساسه. علاش؟ عندك مقابله النيجر هنا في الجزائر، ومقابله اللي راح تستقبلك النيجر في ملعبها في درجه حراره مرتفعه ورطوبه مرتفعه. ردوا بالنا، ورطوبة مرتفعة. هل تجازف بلاعب جديد عنده 20 سنة وتكونفوكيه وتلعبه في افريقيا اللي ما يعرف فيها والو، ما يعرف فيها والو؟ من الأحسن يعني كون جينا متأهلين، يعني مقابلات هذيك الشكلية ممكن نشكو، ولا راح نلعبوا كأس افريقيا ممكن نشكو. جمال بالماضي يعني بالمنطق هذه ما تطلبش ذكاء، بالمنطق يقول يعني باللي اللاعب لما نجيبوا نوفر له الشروط، وايضا ما عندناش الوقت باش نجيبوا لاعبين ونزيدوا نجربوهم، لان الوقت حساس. راك مقبل على تصفيه كاس العالم وراك في المراحل تقريبا النهائيه، يعني ممكن لو نتاهلوا لمقابله السد راح يكون عندنا متسع طويل وكبير وكبير، ونقدروا نلعبوا كاس افريقيا. ممكن في كاس افريقيا قادر يجيب لاعب ولا زوج، الله اعلم. بصح هذا المنطق، بصح باش تجيب لاعب جديد وما يعرفش المجموعه وما يعرفش ادغال افريقيا، هذه يعني مستبعده. يعني انا رايي هكا ما كانش منها الحكايه هذه، انا نشوف فيها هكا ما كانش منها. من بعدها
خرج واسمه الصحفي المقرب يعني نقوله من جمال بالماضي، اللي يعني دائما يوضع فيه الثقة جمال بالماضي ويعطيه حوارات ولا لقاءات ولا يبوز، يعني دائما يحترمه وعندهم علاقة احترام من بيناتهم، هو مؤمن آية قاسي. مؤمن آية قاسي اللي مختص في أخبار اللاعبين وأخبار المنتخب الوطني وكل ما يدور داخل المنتخب الوطني وعلاقته مع جمال بالماضي، ينفي نفي قاطع حيث قال: حصري ورسمي خبر التحاق آية نوري بالمنتخب الوطني والتقاء جمال بالماضي بأبيه هذا الأسبوع عار من الصحة. كل من يريد اللعب للجزائر يعرف جيدا ما يجب القيام به. من اختار الجزائر مرحبا به، ومن اختار غير ذلك ربي يوفقه إن شاء الله. هذا مؤمن آية قاسي، يعني ينفي نفي قاطع ما كانش منها. الآن دركا تفهمين أنه هذه مجرد يعني إشاعة فقط تاع مواقع باش تدير الباز، باش تدير يعني المشاهدة، الحوايج كيما هكا برك. هذا نهضروا صراحة. درك اللاعب، انا هذا ما نقدرش نقول لك لاعب ضعيف ولا لاعب يلعب في البريمير ليغ، يعني بريمير ليغ دوري انجليزي قوي، احسن نقدر نقول احسن دوري في العالم. يلعب في نادي ولفرهامبتون، العمر تاعو صغير 20 سنه، مازال المستقبل امامه. لاعب ظهير ايسر ويلعب كجناح في خطه 3 5 2 او 3 4 3. هذا اللاعب لعب 82 دقيقه في كاس الرابطه الانجليزيه ضد نوتيغهام فورست 82 دقيقه، ولعب منذ انضمامه لولفرهامبتون 1410 دقيقه، ولعب الموسم هذا 2021-2022 ضد نادي توتنهام لعب 6 دقائق. انا رايي نشوف فيه ممكن يكونوا لاعبين قدم راح يرجعوا في كمثال ممكن نعطوا ادم والناس لاحتمال كبير راح يرجع. ايضا الا ما تصابش، يعني ان شاء الله نتمنى وما يتصابش. ايضا فارس لاعب جانا والي راهو تالق وسجل هدفين مع النادي تاعو، ايضا ربما راح يكون كبديل ممكن لبن سبعيني، او ممكن يكون اساسي مكان بن سبعيني الى بن سبعيني مازال يعاني من الاصابه، ماناش عارفين. لكن هذا انا رايي الشخصي، هذا من الزوج اقرب للانضمام وللرجوع الى تشكيله المنتخب الوطني. اما زدادكا وريان ايت نوري ولا بقيه اللاعبين، الوقت الحالي صعب، ليس حتى كون يقولون نحبوا الجزائر ونختاروا الجزائر، صعب انهم يكونوا في المنتخب الوطني نظرا لمعطيات وظروف اللي يعني رانا محطوطين فيها صراحه. تصفيه كاس العالم مع الابواب، المقابله تاع مبقاش وقت على اقل من شهر على مقابله نيجر سواء في تشاكار في البليده او في نيامي، خاصه في نيامي الظروف المعينه، درجه الحراره والرطوبه، يعني تطلب لك لاعبين متمرسين ولا لاعبين مافين يلعبوا في افريقيا، والمجموعه لازمك تحافظ على المجموعه وانسجام المجموعه، يعني ما تقدرش تدخل لاعبين جدد راح يتغير لك ينقص الانسجام نوعا ما، راح صراحه ينقص الانسجام نوعا ما. اذا لاعبين هذا حتى لو هما يقولوا مثل زدادكا قال انا حاجه بين اختار الجزائر اختيار القلب وصرح بها، لكن الوقت الحالي لا، وقت الحالي مستحيل، يعني صعيب، مش نقولش مستحيل نقول صعيب نظرا لمعطيات معينه. ممكن من بعد ما نتاهلوا للمقابله الفاصله السد راح نلعبوها في مارس، تبقى لنا كاس افريقيا قادر المدرب يجيب لاعبين جدد يحب يشوفهم يحب يجربهم. عندك مقابلات الوديه اللي قبل كاس افريقيا ممكن تزيد تجرب تشوف، يعني عندنا وقت نقدروا نجيبوا لاعب ولا زوج ولا ثلاثه، لكن الوقت الحالي انا بالنسبه لي نشوفها صعيبه لان المعطيات معينة. أيضا ظروف نوعا ما لوقت قصير ما يساعدناش صراحة باش نجيبوا لاعبين جدد. إذا نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني. في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.